يا أيمن، بونجور، صباح الفل. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا نهاوند، والحمد لله على السلامة يا كريم. الله يسلمك يا أيمن، ربنا يخليك، والله ليك وحشة كبيرة. سعيد بإن إحنا هنتابعك النهاردة، أي نعم من خلال سكايب، لكن إن شاء الله أكيد هتيجي تشرفنا قريب في البرنامج. أكيد أكيد، الحمد لله قناة الأهلي الواحد يعني بيسعد إن هو بيبقى موجود فيها، وده بيتي يعني الحمد لله. بيتك بالظبط يا أيمن. طبعا طبعا طبعا. بيتك. خلينا نبدأ معاك بقى بجريدة الأهرام، والعنوان كده تحديدا بيتكلم فيتوريا بيصل للقاهرة لبدء مهام عمله مع المنتخب الوطني. كنا أعلنا قبل كده أنه هيوصل يوم 8 عفوا 2 8 2 أغسطس تحديدا عشان يبدأ بقى الرحلة اللي هي أكيد هتبقى طويلة جدا. بس فكرة هنا كمان أنت إزاي بتشوف متابعته من دلوقتي أصلا لمنتخب الشباب، وهنا فكرة برضو يعني ودية الأرجنتين برضو لو بتلاقي لها أهمية. خلينا نفهم منك النقاط دي بالتفصيل أكتر يا أيمن. طبعا لا، واكيد زي ما اتكلمنا قبل كده انا هواند، لو تفتكري كنا اتكلمنا وقت المؤتمر الصحفي بتاعه، الراجل جاي بعقد 4 سنين، فبالتاكيد هو لازم هيحط خطه يعني طويله. الخطه دي لازم هو يكون من خلالها متابع منتخبات الشباب والناشئين، و ولو في منتخب اولمبي هاي يعني للفتره اللي هي هيستعد فيها الاولمبيا باريس، لازم هو يكون متابع كل الناس دي، لان اكيد في بعض اللعيبه من دول ممكن يبقوا موجودين معاه، لان مده عقد 4 سنين، ف4 سنين دي مده كبيره جدا. فالنهارده لازم يبقى في زي ما خطه قصيره الامد كده لكاس الامم مثلا او حاجه، لازم يبقى في حاجه برضو طويله لكاس العالم. لازم يبقى برضو في، هو عنده ميزه دلوقتي نقدر نقول، موضوع تاجيل امم افريقيا وتأجيل بالتالي المباراتين بتوع التصفيات بتوع ملاوي من الأجندة اللي جاية اللي هي بتاعت شهر 9، هتدي له مساحة حلوة ان هو ممكن يعمل معسكر كويس يتعرف فيه على اللعيبة بتاعته، يتعرف فيها على الأجواء، يشوف فيها اللعيبة على الطبيعة. وكمان ودية الأرجنتين دي أكيد هتبقى مهمة جدا، لأن مع منتخب قوي، منتخب هيلعب كأس عالم. أعتقد إن الأرجنتين معاها، مش عارف، الأرجنتين تقريبا معاها منتخب عربي، ممكن يكون عشان كده يعني هم عايزين يلعبوا مع منتخب مصر في كاس، يعني في كاس قبل كاس العالم، استعدادا لكاس العالم اللي هيبقى في نوفمبر يعني. فاعتقد دي كلها امور ايجابيه بالنسبه لفيتوريا، وان هو الرساله اللي وجهها امبارح زي ما انت قلت كده لمنتخب الشباب، وان هو يعني زي كده بيورينا وبيورينا انا متابعكم وشايفكم، لان زي ما قلنا هو عنده خطه طويله على 4 سنين. بعد 4 سنين لعيبه منتخب الشباب دول اللي هم مواليد 2006 اللي بيلعبوا في 2003 عفوا اللي بيلعبوا في كاس العرب، دول ممكن خلاص هيبقوا تقريبا بعد 4 سنين فريق اول يعني. فممكن واحد او اثنين منهم يبقى موجود، او مجموعه منهم تبقى موجوده مع المنتخب، ونفتكر الجيل بتاع عماد متعب وعمرو زكي، الناس دي كلها اصلا كانت لعيبه شباب وناشئين مع الكابتن حسن شحاته، وبعد كده هم كانوا يعني النواه بتاع المنتخب اللي كسب 2006 و2008 و2010 مع المجموعه الكبيره اللي كانت موجوده. نفتكر برضو المنتخب الحالي اللي هو صعد كاس عالم وصعد مرتين نهائي امم افريقيا، اغلبهم كان ابتدى مع بعض الشباب، صلاح وتريزيجيه وحجازي والنني وعمر جابر يعني. بص يا ايمن، هقول لك على حاجه. احنا اصلا لما جينا اتكلمنا عن مدير فني جديد لمنتخب مصر، احنا من البدايه كده كلنا كنا بنتحدث ان احنا فعلا عايزين تطوير في هذه المنظومه. طب تطوير هيجي ازاي؟ ما انت برضو لازم، مش بتطور الموجود حاليا، انت بتطور من النشأة زي ما بيتقال. فهي دي النقطه، انت ابتدي ركزي ان دلوقتي حتى الواقع هو اللي فرض علينا ان بعض الانديه المحليه بقت عايزه تلجأ للناشئين، ومنهم النادي الأهلي باي ذا واي بسبب ظروف يعني للأسف قاهرية بيمر بيها طبعا. أي نادي تحديدا، برضو هرجع للنادي الأهلي. فخلاص الموضوع بقى أمر واقع، أنت محتاج ده أصلا. فكون إن احنا يجي لنا مدير فني النقطة دي في حسبانه من الأول كده، أعتقد دي بداية جيدة جدا لو صح التعبير أو التقييم. طبعا، لا لا، بداية جيدة، ونتمنى كمان إن هو يحط إيده، يعني ما تبقاش بس مجرد متابعة، هو يحط ايده كمان في القصه دي، يبقى يتابع مدربين الناشئين، هو عنده وقت فيقدر يتابع مدربين، مدرب منتخب الناشئين في اعتقد منتخب 2006 هيلعب برضه بطوله شبه اللي بيلعبها منتخب الشباب دلوقتي. فده مهم. عايزين بس نقول حاجه للناس، ان كاس العالم اللي جاي اللي هو مصر ان شاء الله يعني هتبتدي تستعد له في السنين اللي جايه، ده كاس عالم بنسبه 99.9 منتخب مصر هيلعب فيه.
يعني ما بإذن فيهوش الله. جدال، لان كاس العالم ده هيبقى 48 منتخب، حصه افريقيا بنسبه كبيره ممكن تبقى 9 منتخبات او 10 منتخبات ما نعرفش، فاكيد منتخب مصر يعني ما نقدرش نقول ان هو مش هيتاهل ليه. فهي الفكره اداء بقى منتخب مصر في السنين اللي جايه هيبقى عامل ازاي، التطور، كاس الامم اللي احنا محتاجين نرجع نكسبه، فهي دي الخطه. لكن فكره التاهل لكاس العالم عامه في الفترات اللي جايه دي هتبقى اسهل من اي حاجه، لان عدد المنتخبات زاد، زي ما سمعنا في خبر امبارح كان في جرائد السعوديه ان مقاعد اسيا اللي هي كانت بتبقى 3 4 مقاعد ونص او هتبقى 8 مقاعد ونص اللي هو الضعف، فتخيلي في افريقيا اللي هي كانت 5 ممكن تبقى 10 مقاعد، فهنلاقي ان منتخبنا مش هيبقى فيه صعوبه ان احنا نروح كاس العالم. ده كانت هتبقى الفكره، ازاي انت هتلعبي في كاس العالم، ازاي في كاس الامم ترجعي مصر ترجع تاني هي الرائده، ما نبقاش بنفرح بس ان احنا صعدنا نهائي او ولعبنا بنمثل قدام تمثيل مشرف. بالظبط بالظبط طيب كده. تعالوا نروح للاخبار، ان احنا لسه معانا بعض الاخبار الهامه جدا من جريده الاخبار. لا ده ثانيه واحده عشان اقلب الصفحه بس. فان دايك بيتكلم كده، مستوى صلاح تأثر الموسم الماضي بأزمة التجديد، يمكن احنا حضرنا او اتكلمنا في تفاصيل برضو كان معاك يا ايمن تحديدا فكرة هنا التجديد وليفربول ومحمد صلاح والاقاويل وما علينا، وفكرة هنا برضو تقييم متوسط مصطفى محمد في انطلاقته مع النانت. طيب خليني ابدأ بالماتشات الاولاني، فكرة هنا او متوقع ازاي من وجهة نظرك الموسم الجاي ان شاء الله لمحمد صلاح، وهل انت اصلا بتتفق مع فان دايك في هذا التصريح ان هو تاثر مستواه شويه في الفتره اللي فاتت بسبب قضيه او قصه التجديد من عدمها؟ يعني هم ما نقدرش نقول تاثر، بس صلاح في النص الثاني الى حد ما من الموسم، او تحديدا نقدر نقول بعد كاس الامم وبرده كاس العالم، كان في فتره صلاح ابتعد فيها شويه عن التهديف، اللي هي الفتره كمان اللي سون قدر يقرب فيها منه في فكره ان هو عادله في الاخر السباق في هداف الدوري الانجليزي، ولكن اجمالا موسم صلاح مع ليفربول ما نقدرش نقول عليه ان في تراجع مستوى، لانه في الاخر فنش هداف الدوري الانجليزي، فنش وهو لاعب العام في انجلترا للمره الثانيه، وده برضو ريكورد المره الثانيه في تاريخه، كان من ضمن الناس اللي بتنافس على افضل لاعب في البريمير ليج، خد جوائز، كان موجود في بالزبط. التصنيف النهائي في ذا بيست، ما نقدرش نقول ان مستواه تاثر بالشكل الكبير، ولكن هو كان تاثر في بعض الوقت اكيد بالظروف اللي تعرض ليها مع منتخب مصر، وهي خساره نهائي كاس افريقيا، بعد كده الاخفاق في التاهل لكاس العالم، اكيد دي طبيعي جدا، ظروف لازم تحبط اي لاعب. فيعني مشكله التجديد ما اعتقدش ان هي كانت واخده مساحه قوي مع صلاح كمستوى فني في الملعب، لكن هي كانت واخده الجو بتاعها وخلاص، خلصت للراجل جدد بعقد مكمل مع ليفربول. فاعتقد ان الموسم بقى اللي احنا فيه ده صلاح المفروض هيلعب باكثر اريحيه، صلاح تقريبا دلوقتي عدى خلاص ال 30، فهو بنتكلم في المرحله بقى اللي هي ايه، هو يعني مستواه لازم هو يبتدي يفكر ازاي يغير من حاجات هو ممكن يكون بيعملها زي النجوم الكبار. النهارده صلاح مثلا لو كان بيعتمد بس على انه لاعب سريع، اكيد هو في دماغه لا انا ازاي هطور الحته دي، ان انا مش بس ابقى لاعب سريع، لا انا ابقى حاجه كمان، لان مع السن السرعه يعني طبيعي هتبتدي تقل. لكن صلاح لسه واحد من افضل لعيبه على مستوى العالم، يعني مثال لكل اللاعبين، لكل اللاعبين الصغار عندنا هنا في مصر، وكل اللاعبين حتى دلوقتي في العالم، في ناس ممكن اي لعيب في العالم لما يروح يقول لك انا نفسي ابقى زي صلاح، يعني فدي دي كلها حقيقة. حاجات كويسه. ممكن يكون فان دايك بصفته قائد يعني حس ان صلاح في فتره من الموسم ما كانش قد كده، ولكن في النهايه اعتقد انه كان موسم مميز صراحة، يمكن بس هم عشان ما خدوش البريمير ليج وخسروا نهائي الشامبيونز ليج، فده برضو بيعتبروه يعني اخفاق او الى حد ما، لكن هم في الاخر نفسهم احتفلوا بالبطولتين اللي خدوهم بتوع الكاس، وابتدوا الموسم الحالي بالدرع الخيريه، وصلاح نفسه جاب جون وعمل اسيست، فاعتقد الموسم ده ممكن يبقى استمرار لمواسم صلاح الجيده في الدوري الانجليزي يعني. طيب سريعا لو هنروح لمصطفى محمد وفكرة هنا التقييم المتوسط اللي ناله، يعني مع طبعا نانت وأول انطلاقاته كمان ضد باريس سان جيرمان، بتشوف هل فعلا برضو هذا التقييم فار ولا لا؟ وفي نفس الوقت الماتش برضو شفته ازاي أو المباراة؟ للأمان أنا ما شفتش المباراة، شفت بس الأهداف، لكن طبيعي لعيب لسه ده تقريبا أول مباراة ليه، ونزل يعني على ما أعتقد هو نزل والماتش خلصان، يعني نزل والفريق بتاعه مغلوب 3 أو 4 حاجة كده، فالموضوع صعب يعني في الآخر بيلعب باريس سان جيرمان،
يعني الامور اكيد صعبه، فلو حتى 6 من 10 ده تقييم على نص ساعه ولعبها فمش مش ازمه. بس هي الفكره ان مصطفى محمد يعني جلاتا سراي استثمر فيه، فهو كان ابتدى كويس مع جلاتا سراي، بعد كده فجاه اختفى او بقى يبقى قاعد دكه لما بينزل. يعني المعدل بتاعه في الجزء الثاني ليه في صفقته مع جلاتا سراي ما كانش زي انطلاقته مع جلاتا سراي. يعني نتمنى له التوفيق في فرنسا وتجربته في فرنسا، دوري متشاف ودوري طبعا مميز، وممكن يلعب برضه بطولات اوروبيه او حاجه في الفتره اللي جايه، فنتمنى ليه التوفيق يعني. مصطفى محمد من اللعيبه بصراحه الشاطرين، يعني الحق يقال. وانا برضو يعني من الناس اللي بتوقع له المستقبل، بس هو الفكره ان زي ما انت قلت كده عادي، بتحصل حتى في طبعا بدايه المواسم. بس مصطفى واهم محمد حاجه لاعب يتعلم. محترف ولاعب متالق فعلا. صح، تعال نروح انا للشرق حاسس بس ان الاوسط. هو ناقصه ان هو يتعلم، يعني يتعلم شويه ازاي يعيش عيشه الاحتراف بجد. لازم يتعلم اللغه بتاعتهم، لازم يعني لازم يغير شويه من اللايف ستايل بتاعه عشان خاطر يقدر يكمل، لان هو مشروع لعيب زي ما انت قلت كده مميز صح، يعني. التواكب مع الظروف مهم جدا. خلينا نروح للشرق الأوسط ونتكلم. أو المانشيت بيقول الدوري الإنجليزي على الأبواب، فمن يوقف هيمنة سيتي وليفربول؟ وطبعا احنا عارفين المنافسة في الدوري الإنجليزي، يعني وانت بتتوقع بقى هتكون أصلا ازاي بين سيتي وليفربول، بسبب كمان لو هنتكلم هنا من زاوية الصفقات الجديدة يا أيمن. لا انا يعني انا شايف برضو ان سيتي وليفربول لسه هيفضلوا شويه مهيمنين في البريمير ليج، يعني حتى من المستوى اللي شفناه في بدايه الموسم، يعني في مباراه الدوري الخارجي بين الفريقين. تشيلسي كان في ظروف معينه السنه اللي فاتت في الاخر كده، واللي حصل معاهم بسبب موضوع الحرب وما الى ذلك، لكن عملوا صفقات او يعني بيحاولوا، لكن ما اعتقدش هيقدروا يوصلوا برضه السيتي وليفربول في الدوري الانجليزي. ارسنال بيحاول السنه اللي فاتت نهوا الموسم بشكل جيد. مانشستر يونايتد بعيدا عن المدير الفني الجديد طبعا تنهاج، لكن برضه حاسس ان هيبقى عندهم نفس المشاكل الى حد ما، لسه مش هيخرجوا منها صحيح، بسرعه. هيفضل دوري مثير ودوري قوي، وهنشوف لسه نيوكاسل بصفقاته هتبقى عامله ازاي، هنشوف باقي الفرق اللي هي بتستعد. ولكن انا من وجهه نظري اعتقد صعب حد الفتره دي، يعني احنا بنتكلم لحد 2 سنين جايين كمان مثلا، يخش يزاحم ليفربول وسيتي في انجلترا. الموضوع صعب جدا يعني، ممكن يعني حتى اوروبيا الموضوع ما كانش سهل ان الناس تزاحم ليفربول وسيتي، ولكن في الدوري الانجليزي اعتقد لا، لسه المنافسه بينهم هتفضل مشتعله. ويعني نشوف، يعني متخيله دوري الناس بيحسم، لما بيحسم في الاخر بيحسم فرق نقطه، ودي مش اول مره يعني. يعني او في صحيح، اخر 5 سنين مثلا الدوري ده اتحسم بفرق النقطه دي مرتين او حاجه، فالموضوع يعني موضوع لطيف وموضوع حلو بالنسبه لنا احنا طبعا، لاننا مش انجليز والموضوع مش هيحرق دمنا يعني مين فيهم اللي يكسب او مين فيهم اللي يخسر. احنا طبعا بنتمنى التوفيق لصلاح، ولكن احنا مستمتعين بالسباق يعني. لما السنه اللي فاتت واحنا بنتفرج على اخر ماتشين وبنشوف صلاح وهو بيجيب الجون ورايح بيحتفل مع الجمهور ويقول لهم كام ويقول لا ده هم هناك في مانشستر سيتي كسبانين 3 عشان السكوب يعني، فالموضوع بالنسبه لنا ممتع. فنتمنى ان المتعه دي تستمر، والصراع ما بين كلوب وجوارديولا جميل جدا، واثنين مدربين يعني عباقره كلنا بنتعلم منهم. نتمنى ان احنا نشوف كوره شبه دي، مش بقول طبعا زي شبهها، عندنا من حيث الالتزام التكتيكي الالتزام الفني، اللعيبه تهتم بنفسها بدنيا، بتشوف الناس حتى هم واخدين اجازات راجعين، ما حدش فيهم راجع وزنه زايد بزياده، عنده مشاكل بتاع، بيلعبوا اول ماتش في الموسم كانه اخر ماتش. فنتمنى ان الكوره عندنا في مصر يعني في يوم من الايام توصل ان احنا يعني نبقى شبه متكاملين في حياه كتير يعني. انا بتفق معاك جدا ان في شق كبير قوي بيكون على اللعيبه، يعني حتى لو احنا جبنا مين يطور كره القدم المصريه، وعلى الصعيد التاني ما عندكش لعيبه ديديكيتد زي ما بيتقال، او ان هي عندها النيه اصلا ان هي تلعب على مستوى محترف ويبقى فيه التزام في مسؤوليه و و و الى اخره، عمرك ما هتطور هذه المنظومه، لان المنظومه دي مش هتتطور من جانب اداري فقط، هي لازم تكون على الارض كمان في يعني فكر وفي مسؤوليه. انا وعلى فكره انا فاهمه تلميحك على ايه، لان ده كلام موزون، احنا لازم في الاول وفي الاخر يبقى عندنا لعيبه على قدر من المسؤوليه دي، ما بالظبط فيهاش يعني. جدال. انا مش هطول في الحته اللي انت قلتيها، لان انت طبعا يعني متفق تماما مع اللي انت قلتيها. الفكره ان الحياه مش بس يعني كلنا في حياتنا وبنشتغل، لما بنيجي نشتغل ل8 ساعات عدد ساعات العمل بتاعتنا، عشان في الاخر بناخد المرتب اللي احنا بنقبضه على شغلنا، فلازم كمان لعيب الكوره يحس بده ان هو صح. شغله مش بس على الساعتين اللي بيتمرن فيهم، لا ده هو عنده لايف ستايل وعنده حياه، عشان خاطر في الاخر
النتيجه اللي بياخدها في الاخر اللي هي بتبقى الراتب بتاعه والاستثمار بتاعه لما يبطل كوره يلاقي نفسه لسه مكمل وشعبيته. فكل الحاجات دي لازم هو يركز فيها، ما تبقاش بس مجرد انه بيروح يتمرن ساعتين وبيروح. متفق معاك. وحتى احنا لو قارنا نفسنا بلعيبه الكوره، احنا مثلا بنشتغل بس ما فيش ملايين في ظهرنا قوي، بس لعيبه الكوره في ملايين، يا بيزعلوا يا بيفرحوا. فيعني في مسؤوليه اكسترا. هم اختاروا ان هم يبقوا، هم اختاروا يبقوا لعيبه كوره. الكوره دي حاجه ممتعه وحاجه هوايه اصلا اتحولت لاحتراف، ولكن الشق فيها ان في فعلا مزاج عام هم بيتحكموا فيه، لا شاءوا ام ابوا، هم بيتحكموا في مزاج العام. كلنا لما الفريق بتاعنا اللي بنشجعه بيكسب، ايا كان طبعا كل واحد بيشجع ايه في حياته، يعني لما فريقه بيكسب بينام مبسوط، لما فريقه بيخسر ما بيعرفش ينام، ما بيعرفش يشتغل، ما بيعرفش يعني دي طبيعه. زي الناس اللي بتحب السينما، زي الناس اللي بتحب الفن، الناس اللي بتحب يعني كل واحد بيحب هوايه بيبقى مرتبط بيها، فلازم ده يتنقل للعيبه بشكل عام ايا كان اللعيبه في العالم كله. على فكره المشكله دي موجوده في حتت كتيره في العالم، فكره اللعيبه الجيل الحالي ان هم شويه عشان السوشيال ميديا والحاجات دي، ولكن نتمنى ان احنا نتعلم. لو في اخطاء عندنا كلنا لازم نتعلم، كلنا في الحياه بنتعلم عشان نتطور يعني. بص، هو الوقت للاسف ضيق جدا ايمن، كان معانا خبر اخير خاص بالصفقات الاخيره لبرشلونه، بس يعني خلينا الخبر ده ناخده مره ثانيه معاك او نشوف التطورات. لما برشلونه يكسب بقى ان شاء الله. ايمن بشكرك جدا انا وكريم، وبجد تغطيه متميزه زي كل مره. شكرا ليك جدا. انا بشكركم جدا ومنورين الشاشه. شكرا. من الناس المتميزه ايمن جلبرتو، جدا استمتع والله فيه. وعنده رؤيه ثاقبه وعنده نظره تحليليه وبيعرف يربط الامور ببعض. ناهيكم عن الذاكره الموسوعيه، بسم الله ما شاء الله، في كثير من الاحيان بيستشهد بوقائع حصلت من سنين فاتت لاثبات يعني وجهه النظر اللي هو بيتكلم فيها. فطبعا كل الشكر والتحيه للاستاذ ايمن جلبرتو الناقد الرياضي.